جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نجالك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نجالك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء ورحب بكم. هنعمل تمثيلية صغيرة. اي زول اذا حس في اي لحظه ممكن يشارك، نحن بنرحب بمشاركته. او بعد التمثيليه الصغيره اللي بنقدمها تنتهي، ممكن بعد ذاك يجي يورينا وجهه نظره ويورينا رايه عشان يكون مشارك معانا. البرنامج بيعتمد على المشاركه بتاعت الناس. كتر خيركم، بارك الله فيكم. نشوف الموضوع الليله شو. يا صفا. يا خالد، كيف؟ تمام. انا كويسه. اهم عليك الليله، شايفك كده متحشمه كده ومالك الليله. انا متحشم ولا انت؟ ده شنو الليله لابسه ده؟ مالي دش 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 يا خالد، ده شنو ده؟ اي مالي، معقول يا خالد لابس مركوب؟ اي اي عين. انا عايز اقول لك حاجه. ان احنا الليله ماشيين عيد ميلاد نونا، وانا سايقاك معاي، وبصراحه كده بصراحه يا خالد بلبستك دي انا ما بقدر اسوقك معاي. نونا دي، نونا دي اللي يومتها قالت لي يلا جاو كده. بس هي ذاتها علي الله. والله الله، والله البنت دي خلاص يا زول. نمشي ليها هسه؟ اعمل شنو انا يعني؟ نمشي ليها؟ ما هو ده سيستم. ده سيستم؟ اي هو كده سيستم كده. اي لا لا، ده ما سيستم اصله، ما سيستم عين. بس مثلا انا قلت لك البس البنطلون بتاع الكوبايه، ما ده مال كده الاستريت ده. وثم مثلا القمي والبس ليا يا تيشيرتي، يا تيشيرت التيشيرت البينك الكينه ده جابته لك. لا لا يا اخي، لا انا اها والله يا اخي دي اسمع كلامي. اها التيشيرت ذاك ما عنده مشكله. اها المشكله انا مركته لقيته هنا. ما بس لبست القميص وكفيته ياهو كده اسمع هنا، والقميص هنا لكن كفيته. قميصك ما حلو، بنطلونك ما حلو، والمركوب ما حلو، ودي شنو الحاجه اللي فيها هنا دي؟ ده مال ستايل عليك الله بالله ستايل. ثم مثلا الحلاقه دي شنو؟ انا قلت لك احلق البتاعه ديك انت ما قلت العضو. نيمار. نيمار اي اي دي الترويعه دي الحديثه يا لا 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 ما حلوه بصراحه كده، بصراحه كده مع نونه ما بتجي. ما امي كمان بعدين بتشاكلنا يا واد. امي شنو؟ نحن فتنا 18 سنه. امي شنو؟ نحن بقينا مسؤولين من نفسنا خلاص. اي ما لكن برضه عشان انت تكلم الحاج، الحاج ما انت عارفه بجطينه بالتليفون يا اسمي. ما عندك قضيه بالحاج. انا وانت طالعين مع بعض، هنحنك ماما ونمشي. هو صاحباتك ديل كلهم بيجوا؟ صاحباتي كلهم بيجوا عليك الله. اي حنمشي لعيد ميلاد كويس؟ والبنت دي برضه جايه؟ صحباتي كلهن جايات، حتى كمان اصحابي جايين. اصحابي يقول انا اصحابي ديال ما كويسين يا اخي، انت بس تجيبي صحابك. مالك ومالهم انت اصحابي؟ اصحابي جايين عشاني انا. يا ما كده يا اخي انت بتحرجيني معاهم يا اخي، انت بس تجيبي صحباتي يا اسمك عشان الحكايه دكه كويسه. هي اصلا جايه. انا بحلق، كان صحباتك جايات انا بحلق شعري ده وبعمل لك جل وبدق لك السيستم وبلبس لك الهنا وبلبس السبورت ذاك. جابت لي لالا. لالا جابتك هاي؟
المعاوه التيشيرت وهنا الطقم مع بعض. هاي هاي. وثم مثلا البس الساعه البيضاء، ما تلبس السوداء دي ما حلوه. اسمع كلامي. اها. قلبي ديك ما جايه؟ منو؟ قلبي تقول لي اشتيت لك خلودي. ما جايه؟ جايه نونا. هل بديك تراي تقلاش نو؟ اها. هل بديك اصلا تركيا لكن ترخيص السودان بس. انا صاحباته كلهم كيوت يعني معاد الفكره. اي والله يا ودي قلبي تقول لي يلا تشاو كده بتعمل لي تعمل لي كده تشاو. انا ما تقربت ادق كف. معقوله يا خلود؟ معلش. معقوله؟ هسي يعني اها والساعه دي ما عجبتك؟ ما حلوه، قلت لك البس الساعه البيضاء مع القميص البينكي والجزمه البينكي. والبس البتاعه ديك ودوك سيستم كده وكوبايه كده حتكون حاجه مبالغه. ما المشكله انه يعني صعوبة. ما تقول لي المشكله وصعوبه وغيره، قلت لك ان احنا اتجوزنا 18 سنه وانتهى الموضوع ده. يا اخي انا انت قالت شنو؟ انا ما عندي مشكله لكن يلا خلاص عندي شرط. اها. تاخر انت والله تاخرين يا اخي، بعدين انا التاخير ما حنتاخر، كلها الساعه 12 حنجي راجعين البيت. 12؟ اي. رايك شنو؟ حنجي بدري. بعيدة يا خالق الله، أمي بعدين بتجود يا أخو هنا يا خالق. يا ولد 12 بدري. ها؟ 12 بدري. ما بدري يا أخي، بعدين صوماني الدين جاتر والله أنا ما هنا. يا أخي تعرف اليوم عندك إحنا صرنا رجعنا الساعة كم؟ بس. جيبيني. ما مشكلة صاحباتي جايين، مالكم على أصحاب، أصحابي ده خليهم بناحية. اتفقنا؟ كويس، والبنت ديك برضه جاية معاهم؟ ياتا. اسمع منو يا أخي، البنت البنت اللي بتشبه نور في مسلسل مهند. نينا؟ هاي شعري حد هنا دي. خلاص هنا هنا. اه وتاني. يا اخي شعره في راسه انت مالك؟ شكلك قفلت عليا يا خلود. خلاص انا احكاكي. خلاص اوكي نمشي. يلا. انا ادخر ها؟ طيب. شنو يا عمك؟ يا حبيب. ها قلت لك كيف؟ كشفت الليلة السوق كويس؟ يا زول والله كشفت يا اها. لكن ما في برد لوبة. فيلم هندي ولا باسطة؟ هلا يا ها فيلم هندي يا اخي. يا عمك والله فيلم هندي جميل جمال مبالغ. والله قصته سمحه سماحه، قصته سمحه سماحه. البطل بيقتلوه ولا ما بيقتلوه؟ يا اخي الخاين بيغني اه، والبطل بيغني امك، والحبيبه بتغني امك، واسمها منو ديك هنا شابان باشان باشان شابان ديك ولا اسمه منو بتغني اها، حبوبتهم الكبيره ديك حبوبتهم آه. بتغني يا اخي كلهم جق 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 جق. الفيلم بس بدل كده جق كله غنى والله، فيه جنس غنى وفيه بنات سمحة السماحة مبالغة قطعت والله تعرف والله يا زلمة انا والله. انا بيعجبني لما اكون في الجبل فوق يقوم بكوريك لها جوليو هاي بيجي ماشيين كده يا الدين فيلم سمع والله فيلم سمع. انا بيجي لك بنيته البنيه هاي بيقول لها تم هريك يا تحيا نمحي تم سري هوا تهما وش 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 انتقام نزرك هي يلا عد علي بالحربه عد علي بالحربه دي الحربه شيب بوت يبرقه ثاني وش عفن يا بط مرقة ثاني هات مرقة من راسه مرقة طيب يا اخي والله يا انا 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 صدق بيعجبوني عارف بيعجبوني ليه؟ عارف بيعجبوني ليه؟ ليه؟ لانه ما موت اصله ما موت اصله ما موت بيعجبوني اصله وكان في زي العمل فيها زي ميت اخر الفيلم بيصحى والله لذيذين خلاص لذيذين يا والله غناء وفيلم عجيب وبعدك يترششلك بالالوان سلام شفت المسلسل الجديد مسلسل هذا المسلسل المعرفنا والحاجه دي تركيه كده بعربيه ملحمه كده وش هنا يا الوين رايح اي حق ايوه فيها بنت كده لابسه هنا كده لا لا يا اها مكسيكي ما مكسيكي يا اخي ها فيه هنا فيه 257 حلقة لا حول ولا قوة سنتين إلا حاجة يا عزول والله دي قصة عجيبة يا مسلسل ما بيكمل كله مش؟ أي أيوة والله والله القصة عجيبة يا أخي والله شفت ناس بيتنا كلهم بيحلقوا لك فيه ناس بيتنا شفت أتكلم معي شغل لك بأي حاجة تجي دراما سودانية طج يقفلوا لك دراما سودانية وكشفوا لك؟ ما في زول شغال بها صنحة؟ بيكشفوا دائما الدراما بتجي من برا أيوه يا اخي والله العظيم ده غير الافلام الكاراتيه يا زول مستهبلين يا زول والله افلام الكاراتيه دي حلوه حلا يا زول عجيبه صيني يا مثلا ده يقول لك ده ضربه الدبيب هاي
يا اخي علمتنا لك الحاجات يا اخي. مش اي والله ده غير بالسيوف. اي والله حلتنا الورق ديك. أي؟ اشوف يا بوتا قالوا دارين يعملوا قبيله بجاي وقبيله بجاي يحاكوا المسلسل هاي بتاع قالوا اتريدون ان تذهبوا من مدينتنا وانتم اليوم ستموتون ساحاربك بسيفي هذا. بيو والله قصتنا قصة يا عم. ذاك الولد وقع من فوق. ها والله العظيم الولد قرب يكسر رقبته. لا لا والله محاكاة تجيله وقع من فوق. صدق ما خلوا لنا حاجة واي شيء بنعرف. لا ها اي شيء اي مسلسل يجي بيجيبوا لنا. ها اي مسلسل صيني هندي. انت المسلسلات دي بيجيبوها لنا يعني رخيصه ارخص من حقتنا اللي هنا دي؟ ها؟ عشان يجيبوا لنا المحليه دي. المحليه دي والله قالوا المحليه مكلفه. المحليه مكلفه اكثر من البرة؟ اي 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 قروشها كثيره ونقتها كثيره تصوير وممثلين داخلين ومارقين. يعني الموضوع ده بيجيبوه في شريط بيبسو. ايوه نظام يعني رخيص يعني رخيص. ها رخيص يعني مسلسلات رخيصه. اي ما هم ذاتهم الدوله بتبيع المسلسل بتاعها دايره تعرض ثقافتها دايرة تعرض حاجاتها. لكن هسه نحن كلامنا ذاته ما نسيناه بس بقينا ايه كلامنا كله. لا لا حبيبتي هنا. حبيبتي قبال يومين كان بتحضر كويسه معي بتقول لي تعال يا جنة بدور ارسلك اشوف اظن بيفتحوا جنبها طوال المسلسل التركي ذاك. بس قوم يقول لي يا حبوبه قلت لك يا حبوبه بدك مني شيء؟ بدك مني حاجه؟ حول حبوباتنا بوظوها؟ لا حبوبه بوظوها؟ بس لا بوصل الحبوبه؟ حبوصلوا الحبوبات والخيلان والعمل قصه منتهيه. بس احنا قلنا شفع صغار بالله الحبوبه ذاتها بوصلها؟ لا لا يوم انت عمك جابر مشى الامام بتاع المسجد هاي؟ قال لي يا اخي اسمع ايشاكم ده بيجي مع المسلسل ما تقدموا لنا وتاخروا لنا. القصه دي كيف؟ منتهيه. ما في لا حول. حسي شفت الحرامي اللي داري يسرق؟ ها؟ الحرامي اللي داري يسرق؟ لا تقول لي يجي بالليل ولا يقول لي يجي بالصباح. أيوة. اسمعوا عيد المسلسل. ايوه البيت كله انت تقول ما من اللون عمل ولا بتلفتوا ولا بزيحوا وكلهم ما في اي حاجه. يا اخي دي قصه غريبه خلاص. لا والله في شنو؟ والله قصه غريبه. لا في شنو بس؟ ما التاثير. ها تاثير. التاثير يؤثر تاثيرا على التاثر. ايوه صح. نحن بقينا قاعدين ساكت في العراء اي حاجه عوق هذول هاي انا دي كلها خلاص ثاني ما في لا حاجه خلاص. طب بعد شهر علينا بس نتكلم بس هاي هاي ما في حاجه. والله انا خايف يجي يوم هاي شين راح جاب وراح الصيني جابوا له الجديد. قال جدع الريال كده. الريال عمل كشين كين كين سماه كشين كين كين ولده. يا اخي عندنا خال يا متى قال في صيني اللي قال لي شعريه مش مدفقه جنب المستشفى قال بيقرا فيها شو مجي من جماعه شو ماشي. والله قصدنا بايظه شديد والله تعبانين والله بقينا قاعدين ساي. يا اخي انا ما وريتك هاي ود مصطفى هاي مع الرسله صينيه. لا يا بشدة ماما أسر جابها معاه في البيت. ايوه ابوها داره تقيلة. قال لي يا ابوي دي صينية. دي صينية 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 مرتي دي صينية. يا ابوي داره تقيلة قلت لك مرتي صينية. صينية مرانا اكل صينية من الصين. From China. From China, my grandfather. صينية. وينها؟ مرتي. انت؟ هاي. كويس. المهم نقى معاه كده وفات. هاي. الولد فات ماشي يجيب الرغيف. هاي. لما جاء الصينية دارت تعمل مدخل. هاي. مع أبو الولد. هاي. بقيت تقول له شيت عشو وشو ما هي؟ شيت مع شيت معاه. قال لا بس ما تكبي فيه شطة. قصتنا بايظة. منتهين. ما في حاجة والله يبو لخبطين لخبطة شيء خلاص. اي والله يا سلام يا أخي. حلوة كيف دي؟ والله دي شفتها ما بتتحلى. ها؟ دي ما بتتحلى. دي نحن لما نشوف لنا فولة كده يا حبيب نضربها ولا فتة كده وبعد ذاك نشوف الأفلام وين ونشوف المسلسلات وين. بس ما في أي حلقة غير كده. أي أرى يا عمي. يلا يا عمي.
يا خالد خلودي. هاي هاي تعال. ايوه ده شنو ده؟ ها ده شنو ده؟ ده مالي ستايل. ده ستايل؟ ايوه. واو اب علي ده ما ستايل يا خالد. كيف ده ستايل بتاع ما عارف ازاي اوصف لك ده شنو. لا شوفي شوفي الحركه الجديده. مشي ده اول حاجه بتاع الجل، لقيت الجل حقه انتهى وقال لي شعرك ذاته قرقي دي ما بينفع فيه جل. خلاص اعمل له اي حاجه، افرده واعمل له تبغى اي حاجه. هو قال لي المشروع ده ما ناجح معاك. انا ما فهمت قاصد شنو. طيب وين اللبس؟ انا قلت لك لو انت خجلان من الفنيلة اللي هنا دي البس الجاكيت اللي انا خسرته لك معاي. ما يا مدى لبسته. البسه تاني يا خالد. والله لبسته لبسته هو والستايل ده كله لبسته. يلا لما ماشي سامع لك عمك كبير اللي بيعمل اتلفتك قال لي والله قايلك بيت يعني هاي هاي امه. والله مش تاكيد كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. كيف اخبارك؟ الليله ما براكون. هاي هايل. الليله خباركم لابسين كدي؟ البرد البرد. ام هاي لا برد لا حاجه، بس يجي قاعد لي انا اعمل كده بس تعمل كدي. الليله اظن ابوكم ولا امكم جايين الجامعه دي. انا ما قاعده هنا ببيع في دار دمتي دي وشايفاكم بعيني ديل. الليله الواتبر ده ما حبيت البس وعايزه غير شويه من ستايلي. لا لا اختي سمحت الجبال بتتكلمي. قلت له ان الليله ابونا جاي الجامعه. ابوكم جاي قالوا. والله واصلا انت ما هنا يعني احنا مشينا وجينا تاني قال لنا ابوي امر. اسكت هس. انت اسكت انت انت خليك ما لبسك انا ما شايفاه. يوم ذاك لما قلت لك تعال ارفع معايا الحفاظه في راسي الولد الساعة شال الحفاظة كان البنطلون وقع في الواطة. أنا بس عشان أمي بس قاعد لي نحترمك بس. والله كان ما كده تحترمني أنا؟ أي أحترمك أهلك. أحترم أهلك القاعدين في الغربة اللي بيرسلوا لكم في القروش، التعبانين فيكم، الشقيانين فيكم. تحترمني انا يا ولدي؟ انت كم احترمت نفسك في الاول ما بتحترم زول، صح ولا ما صح يا اولاد؟ اول شيء تحترم نفسك وبعدين تعال. دي اختك، دي اختك مأمنينك ليها تسوق عيد الميلاد. والله انت ما جايبه خواريس يا جاني. ها؟ يا خالد. هاي بص انت وين انت؟ انت اللي امك وصتك وسكنوك وخدتكم هنا وقالت لك ابقى عشر على اختك يا اولادي. هوي اولاد هوي. ايوه اللبس ماله زمان. والله والله الجامعات دي زمان البنات بيجن البقرن اثنين وثلاثه في الجامعه. جامعه الخرطوم الساعه يلبس الثوب الابيض كدي ويمشن به في الجامعه. يا حليل زمان ويا حليل تعليم زمان. ها ابا يا سي ده جرس في مرقوب جابته لي. انت ما انت جبت لي المرقوب يا اولاد سقط لي ما نلبسه ثاني. لبسته الليله عشان ابوك جاي المرقوب. انت المرقوب اللي عرفك به وانت اللي عرفتك بالمراكيب واللي عرفتك يا يابا بالسودان وبالسقطات. انت احلاكم انتوا وما ستايل ذاته عشان انت جبتيه. يا خاله أه. ده ستايل قديم اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ وينو الستايل القديم؟ التوب وما بعرف شنو. دي حاجات قديمه. حاجات قديمه؟ اها غادي اي انت هسي امك حاجاتني هنا قالت لي البنت دي انا اللبس جايبه لها كله من السعوديه ما شاء الله جايبه لها لبس تمام لكن ما قاعد تلبسه. لبسك جابته لك امي خطيتي بان يا بنت. والله امي ما قصرت. هاي اخرتوا اخرتوا في واحدين من البيت يمرقوا بها لبس وفي الشنطه شايلين لبس ثاني. هاي هاي صح. اذا ده من امبارح لما ماشيين عيد الميلاد يلا امي قالت لي شنو؟ قالت لي خلاص اختك دي عشان تكون هناي كبيره وواعية لبست عباية القدر ذي. قامت ضربت لي زول جانبي عربية قالت لي اركب. انا لقيت وري ركبت قدام بس بعد شوية قامت لقيتها لما نزلنا لقيتها في بنطلونها. انت ولد يا ولد انت يا ولد يا ولد انت يا ولد اللي بتركب اختك قدام وانت بتركب ورا. ما صعبة ها صاحبة قالت لي صاحبة. هاي ما بتخجل يا ولد انت. عدتني قروش يا هنا عدتك قروش. ما صدقيهم وصاحبة ذاك ذاته جاب لي الموبايل ده. اجي ما جاي خبر بس. هيا يا بهي هيا المغتربين وهيا الناس تعالوا راجعين احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم.
احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم، دي بحاله يا ولدي. انا ما نازي، انت مالك؟ انا شنو غلط؟ انت مالك؟ انت كله غلط، انت كله غلط، انت مع اخو، انت مع اخو. كيف؟ والله العظيم هي انا عشان صايبه هسه انا الاول ما ابوك يجي هنا ده اقول لك بدي اشوف لها داخليه سكينه فيه والولد ده اتخذها وده مع اخو. ليه؟ ليه؟ اي ليه؟ عشان ما بحب الداخليات والحاجات اللي كنا الناس كده مع بعضهم كلهم في مكان واحد ما حلوه. طيب السكن الخارجي بس. طيب السكن الخارجي اخرجوا، انا خليتكم اخرجوا. ماشي وين؟ والله انت عارف حاجه دي الليله بس الله اسمع هوي راجعنا كويس هوي. والله جد انا ما خلاص انا تاني ما عندي شغله في صومان الجل بس انا فتيتنا مع خاله. يعني الواقع واقع مرير شباب تايهين، الواحد يعني تلقاه لابس بنطلون يعني ما اصلا ما المفترض يلبسه كويس، وفلفله فلفله شعر واقع يعني بطال جدا والله. يعني ده شيء مخجل جدا، انتوا شباب المفروض تحملوا الرايه يعني اللي ورثوكم لها واعطوكم لها اجدادكم، وتكونوا يعني غدوه للوراكم، مش تكونوا فاشلين عشان الوراكم يجوا فاشلين زيكم. يعني حقيقه والله العظيم انا شخصيا والله الحاجه دي مزعلاني جدا. بناطلين كيف وأقمصة كيف وشعر كيف، يعني ما عارف أنا الشيء ده بيستفيدوا من وراه شنو. المسؤولية مسؤولية الدولة ومسؤولية شباب براهم. أول حاجة المغنين والمغنيات، الشباب بيقلدوا المغنين، واحد بيشوف فنان بيقلده إذا بيت أولد. أن احنا بنطلب من الدولة إنه تتدخل عديل وتمنع أي لبس فاضح. المجتمع السوداني بصفة خاصة هو يعني بالنسبة للطلاب طلاب في الجامعات، يعني الناس فقدت الحشمة وفقدت الغيرة حقتنا، وبالتالي كدولة إسلامية نحن مفترض نكون على قيمنا ومسننا الموجودة. أنا بتمنى من كل يعني زول في السودان مفترض يكون عنده الغيرة، أو طالب أو شاب زي ما الناس حكوا يكون عنده الغيرة ويكون عنده مثلا القيمة الموجودة في السودان بتخليه إنه تجبره الحاجات دي معه. عاداتنا السودانية اللي بدأت تنطمس أو يعني تندحر نتيجة للأفكار الغربية اللي دخلت علينا، وكان هدفها اساسا انها يعني تفكك المجتمع السوداني وتنهي وجوده. فانا ما عارفه يعني الشباب نتيجه لمشاهدتهم للحياه دي يعني بدوا يتاثروا بها كثير، ما بعرف من فلفله للشعر او كزبرته من السيستم اللي بدقوه يعني. احنا الشباب يعني لازم نرجع لعاداتنا، نرجع لاجدادنا، نرجع لعاداتنا زمان، يعني ما نفلفل ما نسوي كلامنا ما صح يا شباب. نرجع للاول للاحسن، ما نفلفل الشعر، ما نلبس كبابي، ولازم يعني لازم نرجع لعاداتنا القديمة. عليك عندك شنو؟ الأولاد؟ هاي؟ الأولاد ما خلاص يتأثروا بالمسلسلات دي وأي حاجة سودانية حقتنا رزفوها نهائي. ما براهم على كيفهم، انت ما جيلهم من حقهم يتأثروا بالآخرين ولا شنو؟ يتأثروا؟ أيوة يتأثروا لما ننسوا حاجاتهم. ديال الناس ديال أساسا الناس اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي قاصدين يكمسوا ثقافتكم، دي ما يخلوكم عندكم أي ثقافة سودانية. كيف يا خسبة قاعد نتكلم سوداني؟ أنت ماشية وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ ولا تعال امسك الأعراس. أسمع تعال نزلك. الدراما اللي أنتم متأثرين بها دي ذاتها. الدراما السودانية مالها؟ والله العظيم يا حلاتة فايزة عم سيب لما تتكلم كذب تتكلم عن الدراما السودانية. يا حليل الفاضل سعيد. يا سلام. ولا الأستاذ عبد الرحمن الشبلي لما يتكلم في الدراما السودانية يا ناس جنيتوا انتوا. الله يا محمد. قالوا النساء قديم وتاه. يا ونس ود المهدي. ود المهدي بشعر ذاك. ها لا فوق لا فوق. أيوة. ها لا فوق. الفياض لا فوق. لا لا يا سلام. دكين. دكين لما يقول لك انت خايفة؟ هاي. خايفة من شنو؟ أبا خاف. دحينك حتموت الليلة. قتلها. والله يا سلام. اي والله يا ناس شوفوا دراماتكم. شوفوا تعال شوفوا ما تجيبوها الاعراس بتاعتنا دي يا محمد. اي الاعراس بتاعتنا دي بقت مختلفه. البنت اقول لك الليله الحين حقتي اي دايره اعملها فرعوني. ها فرعوني كيف؟ تجي لابسه اللبس الفرعوني. أه. لابسه التاج حق الفراعنه ده. أه. ولابسه الهراية الحزام الطويل الماشي ذاك. أه. وعاد والنكر والشراب حتى يسووه فرعوني. لا لا شايلنا. ها شايلنا أربعة انفار. شفتي رجعنا زي زمان. ايه زي الملكة شايلنا كونكو 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 كونكو. والما بيخجلوا قالوا بيدونهم 50 50 50. انا مالي مالي اشيلها ب 50 50.
ولا اقول لك حاجه كمان اليومين دي يوم ذاك مشيت عزبوني عزبوني ناس حسين جارنا مشيت عرس هذا العرس ما شاء الله وتبارك الله في صاله انت عارف انت عارف العرس جابوا الفنانين السودانيين غنوا ديك يا الغنى لما جات الدخله حقت العروس جابوا واحد بغني باللغه الانجليزيه كيف بس يصرخ كدي ايش اسمه سلولي بس والعرس سيدي واو ايه فطالتي هي والعريس تلقى عنده صلعه وهبل وما جايب للدنيا خبر والله يا محمد نحن ما فاهمين اي حاجه وبعدين شنو البتاع اللي بيولعها كده دي كان فيها دخاخين ابو البيت قاعد وابو الولد قاعد وامه وابو الاثنين قاعدين بيعاينوا يصفروا ما بيخجلوا يا حليله رقصه العروس بالدلوكه سوحي قليلا لا بجنب بوحي قليلا لا يا سلام ولا العادل وزين يا الله ليلة العادل وزين عادل عادل كيف عادل عريس عادل يلا قولي قولي يا عادل ليلة العادل وزين والليلة العادلة يا رسول الله خجل احمد ليلة والضريرة هنا هاتي تاخدي الضريرة بيزلك كم فيك الضريرة؟ هالضريرة شنو ما في ضريرة مع اللي هنا ايدي؟ والله يا سامي يا غايتي بشتنا بشتنا ولا العرس ذاته يا ولد هسي الشباب ما كلهم قاعدين بلا عرس العرس ما غلوهم ايوه والله الصالة بشيل فلاني ايوه والشيلة بشيل فلاني ايوه وكم ما جبت الصالة ب 100 مليون ما بتعرس الناس يلقوها وين ال 100 مليون دي عرسوا يا اخي دي قصتنا منتهية شديد يا اخي البنت تلقاها تقرا جامعة يوم التخريج بتاعها دارت تتحنن ايوه يوم العرس تعمل شنو؟ اسكت ساكت ها؟ حنة ساهي؟ هاي حنة البيت؟ هاي حنة البيت خليها الكلام الاولاد اللي بتحنن وام علي وام علي وام علي وام علي وام علي ها؟ الاولاد واقول لك حاجة العرسان ذاتهم العريس زمان مش بيحط له الحنة الجلوط دي كده في يده وفي كرعينه العرسان بيقرصوا بالحنة ب 3 مليون لا اله الا الله محمد رسول الله حنة رسم عديك كده يا محمد والله دي قصة عجيبة يا قاعد كده وحاط الله وراس من له قاعد لا اله الا الله كلام ده حسن غير الماجرين العربات الاتوس والكامري والعربات دي كلها الاتوس شنو؟ وحاط الله العروسة جابوها يوم ذاك دي اقبلها في عربية سوداء انقاية عديك كده جاب الا العربيات الامريكيه بعرف اجابوها من يا اخي عيني انا متخرج دكتور اكون العربيه ماشيه مطلع راسي بالقزاز وبعمل كده بالطاقيه بتاعت التخريج انا هعالج منو بعد ده ما لازم اعالج روحي عيني الرقيص والعطاط ماشيه ويصفروا والتخريج ذاته التخريج ذاته التخريج فوق حنه ايوه فوق حنه وتعرف فوق حفله التخريج لا حول ولا قوه الا بالله هذه تكلفتها بكم لا اله الا الله كل الناس ما صدقوا قراهم عشان يجوا يساعدوهم كمان قاعدين عليك الله يا سامي انت زمان بتحضر العرس كيف لما فنان يغني انا فنان زمان انت مثلا مره قديمه جاي تحضر العرس انا الفنان الليله ها الليله هو ده الليله هو ده الليله هو انت تحضر العرس كيف بعين واحده بعين واحده هسه واحده قاعده عامله كده اول ما الكاميرا تجي تعمل كده اي بشتنا اصلحن ايوه اصلح على الكاميرا ما جات اي والله يا سامي يا غايتي يحلل عاداتنا ويحلل تقاليدنا يا سلام يحلل الواحد لما يجي واحد عمه في الشارع يا عمي زيك كيف ان شاء الله طيب اشيل لك الحاجه دي واديها معاك حس يقول لك ده عمي زغ منه زغ منه يا عمي زغ منه زغ منه والله يتبشتنا بشتنا ثقيله بشتنا بشتنا السواد يا ولدي وفي المواصلات لما يلقوا مره كبيره اركب يا خال اركب بالراحه بالراحه حس يقول لك يا خال دقيقه يا خال عندي محاضره يا خال جليها قصتنا منتهيه والله قصتنا منتهيه والله منتهيه شديد يا اخ لا اله الا الله والله نعمل شنو؟ نعمل شنو عاد يا ولدي؟ ها؟ نحن لازم يكون في توعيه يكون في توعيه في الجامعات يكون توعيه في المدارس اي والله كده نحن ما بنمرق من الكبه دخلنا فيها دي يا ولد والله العظيم الصراف والموبايلات يا اخي بشتنا شديد بشتنا ساي ما في طريقه البيت كله تلقى تشبك 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 الا للاكل الاكل جنبه تشبك 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 لا في بسم الله لا اقول الحمد لله بس تشبك 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 البيت كله بيقعد تشبك 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 دي قصة عادي ولا المسلسل الحارسين والله العظيم يوم ذاك جارنا مات ورقت لفاطمه يا فوق الحيطه قلت لها روح يا فاطمه فلان ده مات قالت لي كم ما خلصت الحلقه لا الحلقه الاخيره لا بمشي ولا حاجه لا اله الا الله عندك ده كلام ده كلام ده كان مش بحنا بري زمان لما يقول لك في بكاء الحله كلها لما يقول لك في عرس والله نحن نعوز كده في العواسه الساعه مين يقول لك تسمع صوت السكر ده تشطط في النار وتقوم جاري على البكاء البكاء ذاته يختلف هسه في البكاء الواحد الجنازه جنبه الجنازه جنبه تلقى بالتليفون هاي والله يا ود عوض يتوفى هاي بيدفنوا فيه يا اخي القروش حط عليه هناك قلت لك هاي يا اخي والاولاد بتعيننا يوم انت لقيتهم بيلعبوا في كوره الواد جاب جون مشى جنب الجماعه عمل لهم كده تك 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 تك
ده شو ده؟ قالوا دي بيعملها لاعب كبير كده، ولقيت اكلها بيزلي حلق. يا ولد الحلق ده شو؟ قال لي يا زول كيف يا نيمار يا عمك نيمار يا هيا يا ما هو في الحلق انت ولا الشعر الشعر الملابن والاولاد في البنات ما في الله يعلم في البنات ما شعر حده هنا واحدين ممشطينه واحدين مسرحينه يقولوا دول المشاطات عديك دي الاولاد بيقوا مشطون زي النسوان لا اله الا الله محمد لا كلام ده يا جماعة والله مشكلة لا اله الا الله نعمل شنو نعمل شنو يا سامي نسوي شنو والله ما بعرف انا غايته انا بس شيتكم ده حيرني بس حيرني ما عندي اي نايمه لا حول ولا قوه الا بالله غايته نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هيا ناي ها خلاص سمع تمام اوكي عين في عمك كده كبير وشايفه كده اجيب اشوف ماله انت هاي تزعب اضرب لك انا زادي كيف؟ ما يا اخي يا عمك اي كيف تمام؟ تمام لكن والله ما عاجبني الحال ها؟ تمام لكن ما عاجبني الحال الحال يا تو؟ لا يا اخي حالة الواتس؟ يعني انا اشوف يا خالد انا ما ادرك تحاكي الاولاد ديل بس اي حاجة عملوها انت تعملها اي حاجة عملوها انت تعملها ما تبقى زيهم يا اخي خلونهم براهم بطريقتهم يا اخي ما تحاكيهم ما يا زول عمل تقليع عمل حاجه عمل هنا انت بس تحاكي طوالي كل مره مغير حلاقتك كل مره مغير ما عارف دار تلبس سلسل كل ده كله كلام فارغ ساكت بنطلونك ناصل لحد هنا ده شنو ده ما صح كده يا اخي ها انت يا عمو انا الحاجات دي انت بتعملها ليه؟ دار بها شنو يعني؟ ليه يعني عشان يشرب عليك ويقول انت هذا كده خلاص زوج كويس يعني ولا شنو يعني؟ عمو انا الموضوع ما كده انت وبعدين انت كويس انك انت عاجبني انت زوج شاطر وقراي ما شاء الله وراسك ملان ليه ده يعني الاكاديميات دي ما شاء الله بتقدمها ما عندك مشكله لكن سلوكك وحاجاتك دي انا ما عجباني يا اخي ما تتاثر بالحاجات البرده دي يا اخي ما يلا اذا كان انا بفتح التلفزيون بلقى المسلسل شغال بفتح في القناه الهنديه بلقاهم شغالين بعدين بفتح الكوره بلقاهم حالقين كده حلاقه يا هناي يلا اطلع برا القى زملاني كلهم كده بعدين لما ما اعمل زيهم بقول لي انت متخلف يا اخي عين الودة وبيمشي مع اخته اي دي مع اختي ما امشي معها واسمع كلامها ما احترمها كمان اي لكن اختك تحترمها لكن وتسمع كلامها في الحاجه الصح ما في الحاجه الغلط ما هي اختي بتحب الاستايل ما خلاص انت اقعد معاه فهمها قول لها يا اخي ان احنا الحاجات دي ما كلها بتجينا نحن بتاثر علينا ايوه نحن بنشوف التلفزيون بنشوف الواتساب بنشوف بنستفيد نشوف الحاجات الايجابيه في الحاجه دي يعني ما بس اي حاجه نشيلها طوالي ندورها معانا طيب لما نحن نعمل كده وين نحن وين اصالتنا وتقاليدنا وحاجاتنا وعاداتنا وسودانيتنا وحاجات وين مشت لما نتابع اي حاجه كده ما خلاص بنكون مرقنا بقينا ناس ثانيين يا اخي كده بالطريق بعدين ما بنكون ناس ثانيين بقينا مسخ ذاته لانه لا حالين في ايديلك ولا حالين في رقبتنا نكون ضايعين تاهين في النص ساكت يا اخي كده ما صح يعني انت لازم تعمل لك شخصيه يكون عندك مبادئ يكون انت يعني عندك عزه نفس انت عندك يعني انا ما عارف يا ولد اشرح لك الحاجه كيف لكن المفروض يكون عندك شخصيتك يعني انت بعدين تاثيرك ما تخليه سلبي خلي تاثيرك ايجابي ليه انت تتاثر بهم انت ما تعمل حقك خلون هم يتاثروا بك ما انا ما قاعد اعمل حاجه غلط ما انت قلت هسه صحبانك كلهم اي صح ان احنا تلفزيونات ما حنقدر نكفلها مسلسلات ما حنقدر نكفلها دي خلاص بقت ثقافه بقت حاجه دخيله علينا لكن كمان لو ما حاربناها وشلنا منها كويس وخلينا البطال حنتابعها كده حنضيع ساكت هسي انا ما فكرت هاي صح هسي انا ذاتي فكرت في كلامك اللي قلته ده هاي. وقلت اعرس بعد الجامعه طوالي هاي ده ما في مشكله هاي. ده كلام صح العرس استقرار والعرس بيت والعرس اجمل حاجه دار اعرس لينا سمحه والله سمحه لينا منو لينا يا اخي البنت ديك صاحبه اختي لا بعدين انت ما تعرس البنت لانها سمحه وخلاص يعني الجمال ده ما كله حاجه انت عارفها عارف اخلاقها عارف اهلها عارف بتعرف لها شنو لازم تتاكد منها انها زولة تمام وانها زولة اخلاقها تمام وانها زولة مستقيمه وانها زولة بتعرف الله كويس وكده ما تعرس من طرف ساي يعني مش مش سالت منها يعني وعرفتها وخلاص يعني سالت منها شنو ها؟ اول امبارح قلت لها دار عرسي الكلام ده الساعه 1 بالليل طوالي جاتني بس انت في البيت
ساقتني مشينا شارع النيل شربنا القهوة ورجعتني بيتنا، رجعت بيتنا الساعة 4 صباحا. لا تتكلم زي ولا زميلته دي هتدار تعرسها؟ ايوه عرستها. اي طب تقول لها دقت لك الساعة واحدة هسي كم ضربت لها؟ مشيتوا شارع النيل قعدتوا لحد الساعة 4 صباحا وجيتوا راجعين؟ اي والله التهامل ما عامل يا عم والله التهامل حاد اسم الله التهامل حاد اسم الله حاد اسم الله التهامل والله العظيم غلطانين نحن وغلطان المجتمع كله اللي بيخلي الحاجات دي تمشي فينا كده ساكت وظل انضم ما في حاد اسم الله انا اقول لك كلام انا عندي محاضرة مكالمة يا اسمع هاي حبابك برجع عليك هاي انت والله ما عندك اوتوكيت كيف ما عندك انت يا اخي تختصر الزول كده طوال لا لا ده الناس الشغل ده الناس الشغل برجع عليهم هم عارفني ما تعمل التليفون سايلنت تعرف السايلنت لا 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 انا ما بقفل تليفوني ما بقفله لانه اي زول بيضرب لي برد له يلا هاي انا دار اقول كلام هاي انا والله كلامك ده عجبني لكن المشكله بس في اختي لازم تقعدها اها لازم تنضم معاه اها قول لها يا اخي ان احنا ليه الحاجات دي تاثر فينا؟ ها؟ ليه ال 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 الناس يعملوا اي حاجه يحلقوا كده نحن دارين نحلق زيهم، يلبسوا سلسل نحن دارين نعمل زيهم، يلبسوا حقنه نحن دارين نلبس زيهم، يلبسوا سيستم البنطلون مرخرخ نحن دارين نلبس زيهم، ليه نحن نحاكيون؟ ما نحاكيون، نحن نعمل حاجتنا عشان ذاته نكون مختلفين عن الاقل يا اخي. والله العظيم يوم انت سامي ست الدار دمه هاي. والله لاقتنا وكلمتنا ونهرتنا وتكلمت شديد هاي. وانا كلمتها بشيل حاصل كله ويلا بس ما يعني جبت لما مشينا منها طوالي اختي قالت لي يا اخي ما تشتغل بون يا اخي لا 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 قالت لي ادتني سيجاره قالت لي اشرب شربتها طوالي مشينا راس الميلاد لكن ده اكبر غلط من الليله استعدت امشي اقعد بالراحه افكر في كلامي ده واتناقش معاها كويس وبالراحه بالراحه الحاجات بتجي كده بس لو بس لو شويه كده التفتت بس حته كده بس التفتت بس اديت الموضوع ده اهتمام بسيط كده انا متاكد انت حتمشي في حته ثانيه ايوه انا تذكرتها هاي اول زمان هاي قال لي شنو اختك دي كان كبرت قول لي عين عين ابوي بيمثل لي في البيت ابوي اسي ورق برا شفتها قال لي قال لك شنو شوفي يا بنت هاي اقسم بالله اقطع فيك شلوت جنسين وما قطعوا في البصره لكن هذول هسه خلاص انا بمشي بجضمها لك في الموضوع ده امشي لا ما تجضمها اتكلم معاه بالراحه تفضل تطيق لك هاي اتكلم معاه بالراحه عمل لها كده ما اتكلم معاه بالراحه قلت لك ها خلاص امشي اتكلم معاه بالراحه خلاص تمام يا سامية هاي يا سامية اها قلت لي مسلسل شنو؟ قلت لك يا محمد هاي اول امبارح اها جيت بيتكم هاي في المسلسل اها لقيتك انت نعم ومرتك هاي وبنتك هاي واولادك هاي قاعدين كلكم في تلفزيون واحد بيشوفوا هاي معلومة دي الأسرة الكريمة This is my family وبيشاهدوا في شنو؟ في المسلسل التركي هاي المسلسل التركي ده ما فيهوش حاجات صعبه يا محمد كيف انت بتقعد وبنتك قاعده معاك وشوفوا المسلسل سوا ما بتخ لو بنتك ما بتخجل انت ما بتخجل اي أيوة والله صدقي يا ساميه ها والله ساميه صدقي ها انتوا مش بتشوفوا مع بعض اي أيوة. معناها قاعدين تشوفوا حاجات كثيره اي أيوة والله صدقي التلفزيون ده انا داير اقول لك حاجه اي أيوة. انت لو بنتك دي ما بتخجل أيوة. اخجل انت والله اقول لك حاجه نعم اسي انا في البيت نعم لما اجي التلفزيون واقعد أيوة. واشوف في يعني في في, في شغل في في, في مسلسل كده أيوة. وفيه مثلا انا عارفه المسلسل ده بيجيب فيه شنو اي لما نلقى ولدي الكبير قاعد أي. ما بقعد معاه ولدي صح صح بخلي ولدي يتفرج براه وانا اتفرج براي اي والله اي والله في حاجات صعبه بتجي أي وبعدين والله. الاطفال وبعدين المسلسلات التركيه دي يوم هذاك عندنا بيت اي قالت لي براها كده براها ماشي عرس الراجل ده قلت لها قالت كيف ما عرسوا هو في المسلسلات التركيه الواحده بتكون اساسا والده وبيجوا يعرسوها لا اله الا الله ده شنو هذه والله دي مشكلة يا مشكلة والله مشكلة الكلام ده هسي مشكلة ما هو عيني يا سامية أي دولة ما العالم كله بقى شنو عبارة عن قرية التكنولوجيا اتطورت ولا والكمبيوتر اتطور أي شيء اتطور احنا مشكلتنا ما قادرين نفرز بين الخير والشر أول حاجة السمحة والحاجة الكعبة هي ما ثقافة أنا الليلة ما أعرف ثقافة تركيا وأعرف ثقافة فرنسا ما معناته أحاكيهم ما معناته أبقى زيهم أشيل منهم السمح مثلا مثال يعني أشيل مثلا زي النظافة بتاعتهم نظيفين نظافة نظيفين والله نظافة قسم بالله اللي قلت لي خواجه ماشي بس كديسة لحساء أمها بس كده ده كده بس شفتي عامل كده ده شفته ترابة ما فيه ماشي كده قسم بالله
ممكن نقول يا اخي النازل والزهور مثلا مدينته تلقاها فيها زهور أيوة. وفيها مثلا ورود وفيها مناظر جميله والنافوره، نحن ما بنعرف النافوره، النافوره ما بنعرف لها، اول امبارح عندنا نافوره افتتحوها كده، ثاني يوم الشفع جابوا فيها الحمير، اسقوا الحمير في الماسوره، موضوع انتهى. نشيل الحاجه السمحه، الحاجه الكعبه نخليها لهم، الثقافه بتاعتهم زي علاقاتهم دي نخليها. نحن زمان والله يا ابوي قال لي العروسه اللي دارت عريسها ولا بتشوفها، بس ابوها بيقول لك تعال يا ولد عمرك كم؟ والله يا ابوي 18 خلاص بكره عرسك، ها بكره عرسك بلح كده وبتاع، حنا امسك امسك امسك، يعني انت جاي تنون اولاد كده متزوج ما فاهم اي شيء. انت قلت النازل عندنا النظافه، هاي تعال شوفنا نحن، اها تعال شوف الوسخ المقاوم في الشوارع، معلش، وتعال شوف الوسخ المقاوم ده بخشب البيوت، معلش، الناس اللي بيقعدوا في المسلسلات دي كانوا اخذوا بس شفت اخذوا لهم كل زول اخذ لي 10 دقائق ونظف قدام بيته، البلد دي كلها ما بتنظف؟ بتنظف ولا ما بتنظف يا ناس؟ اي والله وحياة الله سبحان الله. ويا اخي تفيدة ولا الشافع الصغير اللي بيجيبوا له البلاي ستيشن بيلعبوا، والله لقيته بعين عمره زي سنتين ما بيتكلم ذاته، بيلعب فيه كده والطيارات بتضرب في الناس، شو هو مبسوط. يلا ده لو كبر حيعمل لنا شنو؟ ده ما اول حاجه اول حاجه بدوك ابوه اول حاجه جد يقول لك ما هو شعب من صغير اتعلمت على العنف. ايوه احنا ما عندنا مشكله قلت لك في انه الطفل نتعامل معه كيف؟ يا اخي في اوروبا الطفل ده لو ادوه بيبسي ساي بيشيلوه منك. اديت الشافعي بيبسي يقول لك لا لا ما وصل مرحله البيبسي، جيب 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 الطفل ده جيب الطفل ده انت تكوركي بيبي ما في اي بيبي هنا يطلعوا منك بيشيلوه مش يربوه بطريقتهم يربوهن عشان بيعرفوا يربوهم. هاي شفتي وبعدين عندهم سيستم يعني عندهم حياه كويسه عندهم حياه الكعبه. يلا احنا بدورنا احنا كدول دوله افريقيه نشيل حياه سمحه بس يعني مثلا يقول لك المصارعه الحره اللي قلت لك وتنس بابي كده القصيروني بيعمل بيكشف كده قال شاف جوزيسينا طلع في الحبل بتاع المصارعه كده بيجي نط في زول كده يلا قوم انت تعال نط السرير بتاعه بتاع اللوضه طلع فوق وقطعهم طبعا بلاط الواد جه من هناك ابو رويس ده مع رويسه دش حس هو وامه الاثنين قاعدين في عوده الاطفال يا حاج مالك قالت والله ده جوزيسينا شكيته على الله ها في عد ده الشافع الصغير الشافع الصغير ما بتفرجوه الحاجه اللي بتخليه ياثر بها او يدعم بها في حياته. التلفزيونات دي ما بتشفر والقنوات دي ما انت بتختار القناه الدايره. ايوه نحن اطفالنا ناخد لهم القنوات اللي بنختارها ليهم، ما ناخد لهم هنا. يا ساميه والله اللغه ذاتها يعني يقول لك يا جلوك اي يا وهمه أي. يقول لك شنو يا امك كشف له بق له وريه اهو ده شنو؟ ها؟ يقول لك عمل حميل اكل كروب. قال لي ابو شنو جلوك جلوك ده شنو؟ وبقول لي امي يا جلكينه يا وهمه يلا للبنيه قال لها بدي مانجا 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 والله شكله زي البرتقال هو وهم ما بيعرفه قلت لك الاسلوب وتلقى يعني بيقول يا محمد عشان نطلع من الورطه دي نحن نعمل شنو؟ احنا نعمل كالاتي اي الورطه دي ما بنطلع منها الا في حاله واحده بس نمسك الشباب الشباب نحن خلاص ما في اتعرفت خلاص أي. يعني عاد ناكل جيلنا وجيل جيل غيرنا لا 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 بس نخليها للشباب الشباب برام يقعدوا مع نفسهم يشوفوا بعد 15 سنه العمر ما بيقعد كده لو الليله عمرك 20 بكره يكون 20 ويوم يعني ما بكون 20 بس ايوه باليوم وبالساعه أيوة. تحسبها كده بس ما حسبتها كده بتكون عندك صلعه وامورك جايتك وقع عليك ايوه امسكوا الشباب بس يوعوهم في المدارس في الجامعات في المعاهد للاطفال يبدو من الاول الطفل يبدو معاه من الاول الكبر ده يبدو معاه من السطر الثاني شوف الحياه دي ما شفت تجدد ولسه احتمال حجينا قالوا في عربات بتمشي بدون سواق قالوا يا زول والكهرباء بتخط المكوك تاكل براها الحياه ما شفت تطور أيوة. يا كمان غرقنا التك يا مرقنا اللي برا إلا الشباب انا اقول لك كلمتين الاخيره أه. بتعرف تنظم ايوه لكن بتقعد معاه بيتك في المسلسل الله يتي عشان ما عندكم تلفزيون من الاول لكن والله نحن بنتعرض لمشاكل اجتماعيه كبيره ونحن اصلا ما مهتمين بها كثير فاغلب المشاكل الاجتماعيه هي ترجع لاسباب التنشئه الاجتماعيه انه التنشئه الاجتماعيه بقت ضعيفه والاهتمام من قبل الوالدين بقت ضعيفه فبالتالي خلقت لنا مشاكل كبيره من ضمنها انه في القابليه للايحاء بعد ما الشاب يكون او الطفل يبلغ مرحله الشباب انه لانه ما اتعود على اساليب اجتماعيه او على اساليب تنشئه اجتماعيه صحيحه فبالتالي هو عنده يكون عنده القابليه للايحاء فبالتالي هو يتقبل كل التقاليد بدون اي نقد التقاليد الاجتماعيه الداخله له من برا يتقبلها بدون اي نقد فبالتالي يحصل له عمليه بتاعت انه يتخلى عن عاداته وتقاليده ويتجه لعادات وتقاليد اخرى
غير هي ما بتمثله وبتخلى عن حيات كثيرة في المجتمع. فبالتالي هذه المشكلات بنتعرض لها من خلال تقبلنا للتقاليد والأعراف الأخرى، فنتجت لنا مشاكل كبيرة اللي هي إنه نحن بنتقبل الأفكار وبنتقبل الحياة السيئة من المجتمعات الأخرى. فلا بد على الشباب إنه نعالج المشكلة دي عن طريق أول شيء متابعة الوالدين للأطفال في إنه بيتفرجوا شنو وبيشوفوا شنو، وثاني شيء إنه لازم نهتم بالأطفال لأنهم الركيزة اللي بتقوم عليهم المجتمع، فلا بد الاهتمام الكبير بهم. وثاني شيء إنه نحن كشباب لابد عملية التوعية، لأنه الشباب هو أكثر الفئات التي يعتمد عليها المجتمع، فلا بد من تقوية عنصر الشباب، فبالتالي لكي يكون المجتمع يتمتع بالصحة النفسية ويتمتع بقدر كافي من الصحة النفسية. للأسف الشديد نحن يعني السودانيين بقينا يعني نتأثر بالعادات الخارجية أكثر من عاداتنا نحن، فللأسف إنه يعني معظم يعني الوالدين يعني ما بتابعوا الأطفال هم بيحضروا شنو في الأفلام الوثائقية، الأفلام مثلا هي أكبر من عقولهم، فعشان كده بيتأثروا بأساليب يعني شوية هي ما بتشبهنا إحنا كسودانيين، وبرضو الطلبة في الجامعات حتى بيستخدموا برضو أساليب هي يعني ما بتشبههم هم كطلبة. فأنا يعني بتمنى من كل أولياء الأمور إنه يتبعوا أولادهم هم بيحضروا شنو وشاهدوا شنو، فيتخلوا برضو عن يعني يحاولوا يتخلوا عن العادات الخارجية وما يتأثروا بها. العادات اللي قاعد تجينا وتدخل على السودان باعتبار أنه عادات دخيلة علينا نحن كسودانيين، دي والله عادات ما بتشبهنا نحن حقيقة ولا بتشبه شعبنا. نحن قبل ما نتكلم في المنطلق الإسلامي عندنا عاداتنا وتقاليدنا نحن كسودانيين، يعني بالضرورة نطز ونكون متمسكة يعني بكل العادات والتقاليد عشان أننا نقدر يعني نطلع جيل كويسة تقدر تقتني ببعضية بطريقة كويسة. الأمر ده إنه بيرجع لدور الأسرة في تربية الأبناء أصلاً، وبالتالي إنه نحن الأطفال دي لما يقوموا يشوفوا أخوانهم الأكبر منهم هم إنه عاملين الحاجات دي، بالتالي إنه يحاولوا هم يقلدوهم، فبالتالي إحنا دورنا بيكون في الأطفال أقوى لأنه هم أصلاً دي، لكن إحنا ما حنقدر نتحكم فيهم زي ما إحنا بنتحكم في الأطفال، والأطفال دي ذاتهم إحنا نراقبهم هم ونراقب أصحابهم. دور الأم هنا بتكون دور مهم جدا، لانها هي اللي بتكون دائما موجوده مع الطفل بتراقب التغيرات اللي بتحصل للطفل، ما زي الاب لانه بكون اغلبيه الوقت بكون في الشغل. لازم الام اذا عدت تعديل جيد وبتحضر لها محاضرات عن الارشاد وكيف يربوا الاطفال والطريقه ومتطلبات اي مرحله بتاعت النمو بتتطلب انه الاطفال يعملوا زي ده. وثانيا القدوه الحسنى، يعني انت يوم تكون شخص قدوة يعني الشخص الكبير لازم يكون قدوة حسنة من خلال يعني اعطاء الارشادات الكافية للأطفال.